انا بخاف. طب أنا السبب اللي سويت هيك إنني أنا تقريبا زرت المخيم هذا، مخيم غزة، قبل سنتين ونص، وحسيت كديش الناس بحاجة بالمساعدة وكديش الناس بيعانوا، وحسيت إني أنا مسؤوليتي كفلسطينية كعربية إني أساعد قد ما بقدر. أنا عشت طول حياتي بأمريكا والحمد لله ربنا أعطاني كل شيء، تعلمت بشغل، سو أنا حابب أعطي إشي. أنا المسؤول زيي وزي كل الناس مسؤولين يساعدوا شعبنا العرب. الأمور الطبية صعب بالنسبة لنا على مستوى إنك تروح على مستشفى خاص تكلفة، مستشفى حكومي تكلفة، لأنه نعتبر مغتربين عن هون مع إننا من أهل البلد، إحنا ودمنا وكله في دربار، عرفت عليك، بس نعامل معامل مغتربين حاليا. على أي مستشفى بتروح تعامل معامل مغترب، تدفع مبلغ وحده. Who's her eye doctor? بادرات هاي ممتازة، لأن ليش بتوفر الدواء أكثر بالنسبة للأردن؟ ليش؟ لأن أنا هلق بمنطقة عمان، أنا كمنطقة عمان هواي الهوية مع الأمنية دير علة، ما في ولا مركز صحي يستقبلنا خالص. طبعا هاي المبادرة ما بتفكر، ما بتدور على بطاقة أمنية أو مفوضية أو كذا، توزيع الدواء مجاني. The pink one.